بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. هنكمل إن شاء الله دروس الرياضيات للصف الأول الثانوي، المنهج المصري، الفصل الدراسي الأول، العام الدراسي 2015-2016. معاكم ناصر سالم. احنا شغالين في الاختبارات العامة لمادة الهندسة، وده الاختبار رقم 4. السؤال الأول بيقول: إذا قطع مستقيم عدة مستقيمات متوازية، فإن أطوال القطع الناتجة على أحد القاطعين تكون متناسبة مع أطوال القطع الناتجة من القاطع الآخر. النسبة بين مساحتي سطحي مثلثين متشابهين، النسبة بين مساحتين، بين المساحتين يبقى النسبة كما هي، إنما لو قال لي بين ضلعين يبقى مساحة الأول على مساحة الثاني تساوي مربع النسبة اللي عندي. يبقى مساحة المثلث الأول على مساحة المثلث الثاني تساوي 3/5. المساحة الأولاني 36، يبقى 36 على مساحة المثلث الثاني تساوي 3/5. يبقى مساحة المثلث الثاني تساوي 36 في 5 على 3، على 3 فيها 1 على 3 فيها 12، يعني يدينا 60 سنتيمتر مربع. بيقول لي في الشكل المقابل: إذا كان س ص يوازي ب ج، وس ص إلى ب ج يساوي 3 إلى 8. طبعا ألف المثلثين دول متشابهين، مثلث ألف س ص يشابه مثلث ألف ب ج، يعني معناته إيه؟ معناته ألف س على ألف ج يساوي ألف ص على ألف جيم، ألف سين على ألف باء، دي ألف صاد على ألف جيم يساوي سين صاد على باء جيم. طيب لو أنا خليت الكبير فوق، يعني ألف باء على ألف باء مش عارفينه، وألف سين هنا مش عارفينه، يساوي سين صاد اللي هو كام؟ هنخليها باء جيم بقى، يعني 8/3. 8 ألف باء، هو عايز النسبة بين إيه؟ ألف سين، أدي ألف سين موجودة أهي، وسين باء، يبقى أنا لازم أجيب ألف باء بدلالة سين باء. طيب ما أنا ممكن أقول ألف باء دي عبارة عن ألف باء ناقص ألف سين على ألف سين، ودي مقدم ناقص تالي على تالي، هنا برضو مقدم ناقص تالي على تالي. ألف باء ناقص ألف سين اللي هي باء سين، يبقى باء سين على ألف سين هتساوي 5/3، يبقى نسبتهم 5/3. باء سين يبقى 3 وهنا 5. طيب محيط، المحيط بقى احد الضلعين، ودول ضعتيك ضلعين، هتبقى 3 إلى 8. ألف س بادئ ب3 يبقى 3 إلى 8، ما فيهاش اي فكرة دي. بيقول لي في الشكل المقابل: اذا كان ج د ينصف زاوية ج، وألف جيم 3 سم، وباء جيم 7.5 سم، فإن ألف دال إلى باء دال، ألف دال، يبقى أنا عندي ألف دال على باء دال يساوي ألف جيم على باء جيم، ألف دال إلى باء دال هيساوي ألف جيم بكام؟ ب3/7.5، يعني هيساوي 30/75 على الخمسة فيها 6، على الخمسة فيها 15، على 3 فيها 2، على 3 فيها 5، يعني 2/5 يساوي 2/5، يبقى 2/5.
طيب السؤال الثاني بيقول لي في الشكل المقابل س ص يوازي د ه يوازي لام ع، عايز طول م ه م ه، يبقى انا ايه اشوف بقى اي حاجة براحتك، نشوف احنا الصغير اللي هنا ده، يبقى بما ان س ص يوازي د ه طالما يوازي معناته ايه، معناته ان م د على م ه يساوي س د على ص ه. طيب ميم دال، ميم دال بسبعة على هاء ميم، هاء ميم مش معروف، يساوي س س 14 على ال 12، يبقى انا هاء ميم هيساوي 12 في 7 على 14، على 7 في الواحدة 7 في الاتنين، على 2 في الواحدة 2 فيها 6، يعني هيساوي 6 سنتي، يبقى انا جبت ده بكام؟ ب 6 سنتي. طيب عايز بقى التاني ده اللي هو في الضلع الكبير، يبقى بما ان س ص يوازي لام عين، يبقى لام ميم على ص ميم يساوي ميم عين على ميم س، لام ميم لام ميم ب 18 على ميم صاد، ميم صاد 12 و6 يعني 18 برضو، يساوي ميم عين مش معروف عايزينها على س صاد 14 و7 كام؟ 21، يبقى الميم عين هيساوي 21 سنتي، ما ده بواحد خلاص يبقى اتضرب في ايه؟ في ال21، يبقى 21 سنتي. بيقول لي في الشكل المقابل أ ب قطر في الدائرة، ج د مماس للدائرة، عند ج أ ج يساوي 12 و أ ب يساوي 13 أكمل، طول ج د يبقى عايز طول ج د، يبقى أنا عشان أجيب طول ج د لازم أعرف طول ب د، ولازم أعرف طول ج ب، ولازم المثلثين دول يكونوا متشابهين، مش هعرف الاطوال دي الا لما اشابه المثلثين، يبقى اول خطوة عندي ايه؟ المثلث مثلث الف جيم باء مرسوم في نصف دائرة، طالما مرسوم في نصف دائرة معناته ايه؟ زاوية الف جيم باء هتساوي 90 درجة، يبقى من خلال ال 90 درجة اقدر اعرف اجيب جيم باء، يبقى جيم باء تربيع هتساوي الف باء تربيع ناقص ألف جيم تربيع، يعني هتساوي 169 ناقص 144، يعني هتساوي 25، هتساوي كام؟ 5 سنتي، يبقى جيم باء يساوي 5 سنتي، أدي جيم باء، جبنا بجيم باء ده 5 سنتي. طيب محتاج أنا جبت كده أضلاع الإيه؟ أضلاع المثلث الإيه؟ اللي هو ألف جيم باء كله، وضلع من المثلث جيم باء دال، هل هما متشابهين؟ يبقى في مثلثين أ ج ب و ج ب د زاوية د مشتركة، احنا قلنا بدور على اللي لقيت زاوية مشتركة اشوف الضلعين اللي حوالين هذه الزاوية اللي بيصنعوا هذه الزاوية في المثلثين، لو لقيتهم متناسبين يبقى المثلثين متشابهين مباشرة، يبقى زاوية د مشتركة معايا و ج د ده مماس، يبقى معناته ايه؟ ج د بدل ما اكتب ج د تربيع بكتب ج د في ج د، دايما لما تثبت التشابه وفي زاويه مشتركه وضلع مشترك يبقى اكتب ج د في ج د يساوي د ب في د الف في د الف. طيب ج د ايه؟ ده من المثلث الكبير وده من المثلث الصغير، معايا المثلث الكبير اللي هو ج ب وفي ا د، د ب صغير طبعا وده ا اللي هو الكبير، طيب ناخد كبير على ايه؟ على صغير، يبقى كبير على صغير ج د على د ب يساوي د ا على ج د، تمام كده، يبقى دول الضلعين متناسبين، يبقى من رقم واحد دي ورقم اتنين اقدر اقول المثلثين متشابهين، يبقى المثلثين متشابهين، بس انا عايز اجيب رؤوس المثلث بالظبط المتشابهة ايه، اخد الاول ج د، ج د في المثلث الكبير اللي فوق الكبير، يبقى ج د اللي بيقابلها زاوية ا، يبقى انا هكتب ا هنا،
طيب د الف، د الف اللي بيقابلها زاويه ج يبقى ج هنا وادي د. طيب المثلث الثاني الصغير د باء، د باء في المثلث الثاني يقابلها زاويه باء، د باء زاويه ج قصدي معلش. طيب الجيم دال، جيم دال يقابلها زاوية باء ودال مشتركة، يعني مثلث دال جيم ألف يشابه مثلث دال باء جيم، دال باء جيم. خلاص تمام كده. طيب التناسب بقى، حط التناسب زي ما انت عايز بقى، يبقى دال جيم، دال جيم على دال باء يساوي ألف د ج ج أ ج أ على ب ج يساوي د أ على د ج. نحط القيم ماشي. د ج فين د ج؟ د ج مش معروف. على د ب، طب نعملها في الصفحة التانية. د ج د ب بكام؟ د ب بخمسة، يبقى د ج على خمسة، يعني يبقى دال جيم على خمسة يساوي هنا جيم ألف، جيم ألف في 12 باء جيم، هنا دال، دال جيم على دال باء. فين دال باء؟ لا دي معروفة ولا دي معروفة، معلش نمسح دي بس. يبقى د ج على د ب، لا دي معروفه ولا دي معروفه. طيب د ج ود ب. طيب ج أ، ج أ 12 ب ج 5، يبقى 12 على 5، 12 على الخمسة يساوي د أ، د الألف مش معروفة وده الجيم مش معروف، يبقى د الألف على د الجيم، د ألف على د الجيم. تمام. طيب ناخد الاتنين دول ماشي، يبقى د جيم تساوي 12 د باء على الخمسة، 12 د باء على الخمسة، ده خليها رقم واحد. طيب من دول، طيب ما انا عايز د الالف، ما د الالف دي بدلاله د الباء، د الالف تساوي ايه؟ د الباء زائد 13، يبقى هنا ديت د الالف، يبقى 12 على 5 تساوي د الباء زائد 13، د الباء زائد 13 اللي هو د الالف، د الالف كله ده يساوي 13 زائد د الباء، مظبوط على د الجيم. يبقى د الجيم بقى تساوي ايه؟ د الجيم اهي تساوي د الجيم اضربها في 12، يعني 5 في د باء زائد 13 على ال 12، مظبوط جدا، مظبوط جدا جدا. هنا رقم 2 يبقى يساوي ده بده، يعني 12 د باء على الخمسة يساوي 5 في د باء زائد 13 على ال 12، هنضرب يبقى 144 د باء يساوي 144 د باء 25، يبقى 25 د باء زائد هنا 25 في 13، نضربها تحت كده، 25 في 13، 3 في 5 ب 15، و3 في 2 ب 6، 1 7، وهنا 25، يعني 5 12 يبقى 325، 5 و7 12، 5 و7 12، اتنين ومعايا الواحد، يبقى 325، 325. طيب يبقى 25، يبقى 144 ناقص 25 د الباء تساوي 325، نطرح ديت 14 من 5 يبقى كام؟ 9، و2 من 3 1، 1
119 د ب يساوي 325، يبقى د ب تساوي 325 على ال119، شوف هتطلع بكام. يبقى ده قيمة د ب، يبقى قيمة د ب. طيب جبنا د ب، ايه الشرط التاني؟ د ب هو عايز جيم دال، جيم دال بقى مفيش مشكلة، احنا جبنا كده دي دال بقى، يبقى جيم دال عوض بقى في اي حتة، يعني دال جيم هنا هيساوي 12 في ده 325 على 119 في 5، نضربها ونشوفها كام. نضربها عندنا بالآلة هنا، يبقى 12 في 325 على 119 على 5، عطاني 6.5، يعني دال جيم هيساوي تقريبا 7 سم، يعني تقريبا 7 سم. طيب ايه تاني المطلوب؟ جبنا د ج، ايه المطلوب هنا؟ مساحة مثلث أ ب ج، أ ب ج ده مثلث قائم الزاوية اهوت، يعني أنت أ ب ج مثلث قائم الزاوية، قائم الزاوية هنا، يبقى دي القاعدة وده الارتفاع، يعني هيساوي نص القاعدة 5 في الارتفاع 12، يعني هيساوي ديت مع ديت هيدينا 30 سم مربع، يبقى ده مساحة مثلث أ ب ج. طويلة معلش، بيقول لك ان ايه بسيطة وكلها حسابات بسيطة، بيقول لي اوجد القوة أ، يبقى ق أ للدائرة التي تنصف قطرها تساوي م أ ناقص نق تربيع، م أ تربيع ناقص نق تربيع، يبقى قوة أ هيساوي م أ بكام؟ 4، يبقى 16 ناقص 9 هيساوي 7، يبقى قوة أ ب7، معناته ايه؟ أكبر من الصفر، يبقى النقطة خارج الدائرة، ألف دي خارج الدائرة. بيقول رسم مهندس معماري لقطعة أرض مستطيلة الشكل، يبقى دي قطعة أرض مستطيلة الشكل، ده س وده 2 س، الطول ضعف العرض، طولها ضعف العرض، مساحتها 200، يعني الطول في العرض س في 2 س، يعني 2 س تربيع يساوي 200، يعني س تربيع يساوي 200، 200 على 2 يعني 100، يبقى س تساوي كام؟ 10 سم، يعني الطول هيساوي 20 والعرض يساوي 10 ايه متر بقى، متر، متر ده معلش س ب 10 يعني ملهاش قيمة. طيب مقياس الرسم، المسألة دي ولا لها 30 اي لازمة في المنهج، قال مقياس الرسم يساوي الطول في الصورة او المخطط على الطول الحقيقي، مقياس الرسم 1 على 200 يساوي الطول في الصورة، الطول في الصورة اللي هو ايه عايزه، انا اعتبره مثلا س اهو، على الطول الحقيقي، الطول الحقيقي طول قطعة الارض، طول الطول الحقيقي كام؟ الطول 20، يبقى 20 متر، يبقى هضرب في 100 عشان يبقى بالسنت، يعني السين هيساوي 20 في 100 على 200، يعني هيدينا ايه 10 سم، يبقى الطول في الرسم 10 سم، الطول في الرسم 10 سم. السؤال الرابع بيقول لي أ ب ج مثلث قائم الزاوية في أ، يبقى أنا أرسم أ ب ج هوات، أدي أ ب ج، أ ب 20 سم، ده 20 سم، أ ج 15 سم، ده 15 سم، يبقى أعرف أجيب ده من الفيثاغورس. طيب د تنتمي لب ج، د تنتمي لب ج، أدي د، د هيت، بحيث إن د ب د 10 سم، ده 10 سم، يبقى دي نقطة د 10 سم. رسم هاء أ ه عمودي على ب ج، رسمت ه ده عمودي على ب ج، خلاص وصلت ه د ب أ ه بحيث قطعها في واو، بحيث ان دول متوازيين، يبقى ده بيوازي ده، تمام، ووصلت ده
عايز يثبت بقى ان ج واو منصف لهذه الزاويه. ج واو منصف لهذه الزاويه. طيب يعني اثبت ان ج واو منصف لهذه الزاويه، يعني معناته ان الف واو على واو ها يساوي الف ج على ج ها. لو قدرت اثبت كده يبقى منصف للزاويه على طول، يبقى منصف للزاويه على طول. يبقى عشان اثبت انه يبقى اجيب الاطوال الاضلاع، يبقى نقدر نجيب بقى ج تربيع هتساوي ألف باء تربيع زائد ألف جيم تربيع، يعني هيساوي 400 زائد 225 يدينا 625. يبقى باء جيم يساوي كام؟ 25 سم. جبنا باء جيم 25 سم، باء جيم ديت 25 سم. طيب عايز اجيب ايه باء هاء مثلا؟ يبقى انا عندي ايه؟ عندي من نظرية اقليدس بيقول لي بقى الف باء تربيع تساوي باء هاء في باء جيم. الف باء تربيع يعني 400 يساوي باء هاء مش عارفينها في باء جيم اللي هي كام جبناها دلوقتي؟ 25. يعني باء هاء يساوي 400 على ال 25، 100 على ال 25 في الاربعة يعني يدينا كام؟ 16 سم. يبقى باء هاء كام؟ 16 سم. يعني هاء واو او هاء جيم قصدي يساوي 16 25 ناقص 16. 25 ناقص 16 يدينا كام؟ كام؟ 15 من 6 9، يعني 9 سم. يبقى ده 9 سم مظبوط، وده 10. يبقى ده الهاء، ده الهاء الصغيرة ديت، ده 10 و9 19، 19 من 25 يبقى كام؟ يبقى 6. يبقى ده 6 سم، يبقى 16 وهنا 25 مظبوط كده. يبقى احنا جبنا كل الأطوال اللازمة دلوقتي، كل الأطوال اللازمة. طبعا احنا ممكن نجيب ألف هاء بس مش هنحتاجه دلوقتي، مش هنحتاجه. طيب بما ان بقى د واو يوازي الف باء من الحته من الجزئيه دي، الف واو على واو هاء يساوي الف واو على واو هاء يساوي ايه؟ باء د على د، يعني يساوي 10 على الـ6. 10 على الـ6 نختصر على الاتنين فيها التلاتة، على الاتنين فيها الخمسة يدينا 5 على الـ3. ده خليها رقم واحد. طيب ألف واو نيجي نقسم ديت، ألف جيم على جيم هاء يساوي كام؟ 15 على الـ9، على التلاتة فيها التلاتة، على التلاتة فيها الخمسة يساوي 5 على الـ3. يعني النسبتين دول متساويتين، يعني هيطلع عندنا ألف واو على واو هاء يساوي ألف جيم على جيم هاء. إذا جيم واو ينصف الزاوية جيم. طلعت النسبة مظبوطة، يبقى ينصف الزاوية ايه؟ ينصف الزاوية جيم. معلش مسائل طويلة شوية في هذا النموذج. باء بيقول لي في الشكل المقابل ألف باء جيم مثلث في سين تنتمي لألف باء. متهيألي حليناها في أحد النماذج دي، حليناها في نموذج من النماذج. ألف سين 4 سم وسين باء 6 سم وص تنتمي بحيث كان ألف صاد يساوي 5 سم وص جيم يساوي 3 سم، كل موجود على. اثبت أن مثلث ألف سين صاد يشابه مثلث ألف باء جيم. ألف سين صاد يشابه مثلث ألف باء جيم. عشان أثبت كده لازم أشوف أضلاع متشابهة، أضلاع متشابهة. طيب يبقى ألف سين على ألف جيم، ألف سين على ألف جيم هيساوي كام؟ 4 على الـ8، يعني هيساوي نص. طيب إيه تاني؟ وألف صاد على ألف باء هيساوي 5 على 10، يعني هيساوي نص. يعني معناته ألف سين على ألف جيم يساوي ألف صاد على ألف باء معايا، وزاوية ألف مشتركة، زاوية ألف مشتركة، والضلعين دول هما اللي يبقى إذا مثلث. نشوف بقى الأضلاع، لازم كده تشوف الأضلاع، تشوف الزوايا قصدي. الصغير ألف سين يبقى صاد،
خلينا ألف المشتركة ألف هي، بعد كده إيه زاوية صاد، يبقى ألف صاد، ألف صاد اللي هي سين. يشابه مثلث الألف برضو اللي هي مشتركة، ألف جيم، ألف جيم اللي هي باء، وألف باء اللي هي جيم، يبقى مثلث ألف صاد سين يشابه مثلث ألف باء جيم. دي لازم تعملها بحيث إن يكون الرؤوس هي مقابلة للأضلاع بالظبط، من الشكل ده أعرف أجيب الأضلاع بقى. عايز يثبت إن الشكل ده رباعي دائري، خلاص يبقى أنا كده أحتاج الزوايا، يبقى أنا كده أحتاج الزوايا. إحنا حليناها في النموذج، جه في النموذج الأول ديت، هنحلها المرة دي بنموذج بحل تاني. دي مثلا خليها زاوية إيه دي؟ زاوية واحد، ودي زاوية اتنين، اللي هي زاوية ألف صاد سين، ألف صاد سين تساوي زاوية إيه بقى؟ ألف باء جيم، مظبوط. يعني زاوية ألف صاد سين تساوي زاوية ألف باء جيم، ألف صاد سين ودي زاوية خارجة عن الشكل الرباعي، وتساوي الزاوية الداخلة غير الزاوية الداخلة غير المجاورة ليها، يبقى الشكل ألف أو سين صاد باء جيم على طول رباعي دائري، يبقى الشكل ده إيه؟ رباعي دائري. إذا كانت مساحة مثلث ألف سين صاد يساوي 8، أوجد مساحة، يبقى إحنا عندنا مساحة مثلث، مساحة هيت مثلث ألف سين صاد على مساحة مثلث ألف جيم باء هيساوي ضلعين، أحد الضلعين على إيه؟ على أحد الضلعين هيساوي نص على طول، هيساوي نص، هيساوي نص. مساحة مثلث ده كام؟ 8، يعني 8 على مساحة مثلث ألف جيم باء هيساوي نص، يبقى مساحة مثلث ألف جيم باء 2 في 8 يدينا كام؟ 16، يبقى المساحة طلعت ب 16، ودي حلناها بالتفصيل. خلاص يبقى ده النموذج رقم 4. ان شاء الله في نموذج تاني او اتنين، ربنا يقدرنا بس ونعمل نموذج او اتنين قبل الامتحانات، لان الامتحانات غالبا الناس اللي هيبدأ الاسبوع ده ان شاء الله في الامتحانات. اتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في كل امتحاناتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.